العلم النافع أيها الإخوة هو الذي يتحف القلوب بخشية الله تبارك وتعالى، هو الذي يرزق الإنسان الاستقامة على طريقة الرب جل وعلا. العلم النافع هو الذي يحجزك عما لا ينفعك، هو الذي يعبر به عن المعاني الصحيحة، هو الذي يحجز صاحبه عن النار. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. العلم هو الذي يورث الخشية، ولذلك فقد أثنى الله تبارك وتعالى على طائفة من عباده فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم المقصود معاشر المسلمين هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم الذي جاء به السلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا هو العلم. ومن كان على غراره، ما كان على غرار ما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.